الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هنا في دروس اللغة العربية في قراءة النصوص الأدبية سنتعرف على نشاطات التعلم في قراءة النص الأدبي ومعنى الاستفهام والنهي ومعرفة بيئة الشاعر وتوظيف إمكانات اللغة وقائمة في عدد من الأدباء السعوديين من الشعراء والكتاب والنقاد وكتاب القصة وغير ذلك. أولا، أسلوب الاستفهام. أسلوب الاستفهام المعروف عنه أنه طلب الإجابة، ولكن أحيانا قد يأتي الاستفهام لغرض آخر غير طلب الإجابة، كما في هذه الأبيات: قد جئت معتذرا ما في فمي خبر، رجلاي أتعبها الترحال والسفر، ملت يداي تبارح الأسى ووعت عيناي قاتبها ما خانها بصر. إن جئت يا وطني هل فيك متسع كي نستريح ويهمي فوقنا مطر، وهل لصدرك أن يحنو فيمنحني وسادة حلما في قيضه شجر. هنا نجد استفهام، وهو: هل فيك متسع؟ هل لصدرك أن يحنو؟ هل الشاعر يريد من هذا الاستفهام معرفة الجواب؟ الجواب لا، إنما الهدف التمني، هو يتمنى أن يتسع الوطن أو أن يحنو الصدر. وأيضا أسلوب النهي معناه أو غرضه طلب الكف عن الفعل، ولكن قد يستخدم لشيء آخر، كقول أبي العلاء المعري: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. فماذا قصد بالنهي هنا؟ الجواب: قصد بالنهي النصح. قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما معنى الأمر هنا؟ معناه الإباحة، التوضيح، إزالة الشك، تحديد الوقت. غازي القصيبي كتب قصيدة في الجسر الذي أنشئ بين المملكة والبحرين. بيئة المملكة العربية السعودية يغلب عليه الصحراء، البيئة الصحراوية، وبيئة البحرين يغلب عليها البيئة البحرية. دمج الشاعر بين هاتين البيئتين، فكانت هنالك ألفاظ تدل على البيئة الصحراوية وألفاظ تدل على البيئة البحرية. ضرب من العشق لا درب من الحجر، هذا الذي طار بالواحات للجزر ساق الخيام إلى الشطان فانزلقت عبر المياه شراعا أبيض الخفر. ماذا أرى؟ زورقا في اليم مندفعا، أم أنه جمل ما مل من سفري؟ وهذه أغنيات الغوص في أذني، أم الحداة الشدو بالشعر في السحر؟ واستيقظت نخلة وسنا توشوشني، من طوق النخل بالأصداف والدرر. نلمح البيئة الصحراوية في قوله: الواحات الخيام جمل الحدات النخل، ونلمح البيئة البحرية في الجزر الشطآن زورقا اليم الغوص الأصداف الدرر. هنا بعض استخدامات اللغة وتوظيفها في الكتابة الأدبية، مثل الجناس والتورية والاستعارة. فمن الجناس مثلا ساق وقاس، هنا جناس لأن الكلمتين تتضمنان نفس الحروف ولكن مع اختلاف الترتيب، ساق وقاس. يقول الشاعر: ساق الذي يسقي، ساق يريني قلبه قسوة، وكل ساق قلبه قاسي. ومن العوامل الإبداعية أيضا الجناس مثل الضرب، الضرب قد يعني ضد القسمة، وقد يعني النوع، وقد يعني الجلد، ومنها عيون للبصر وعيون للماء. ومن أمثلة الجناس: من أحسن الضرب لا يعاقب بالضرب. أما قوله: معلم رياضيات ولكنه لا يحسن الضرب، فهو لا يقصد الضرب أي جلد الضرب، ولكن يقصد الضرب بمعنى الجلد، وهذا تورية. التضاد مثل الصواب والخطأ، العليا والسفلى، طويل وقصير، وهذه أمثلة عليها. استخدام الكلمة في غير، هذا مهم، استخدام الكلمة في غير أصل معناها لعلاقة بين المعنيين، يعني الكلمة معنى ولكن الكاتب أو الشاعر استخدم هذه الكلمة في بطريقة تختلف عن معناها الأصلي الذي تدل عليه. مثلا عندما يقول: زارني القمر، القمر
لا يقصد القمر الموجود في السماء، وإنما يقصد شخص يشبه القمر، هذه استعارة. ولكن قد يستخدمها مثلا بمعنى آخر ليس فيه تشابه، كقوله لصديقي علي أياد كثيرة، فكلمة أيادي هنا المقصود بها الفضل، كرم، عطاء. ليس هناك تشابه ما بين اليد أو الأيادي والعطاء أو الفضل، فإذا لم يكن هناك تشابه فهذا يسمى مجاز. وهذه أيضا أمثلة أخرى، مثلا عندما يقول تحدثت مع البحر أي الكريم المعطاء. هنا بعض الآيات القرآنية التي ورد فيها الجناس، مثل قوله تعالى والسماء رفعها وضع الميزان. فالميزان هنا ورد في ثلاث كلمات، وكل كلمة لها معنى مختلف عن معنى الآخر. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، هنا وردت الأبصار في وضعين لكل كلمة معنى، الأبصار بمعنى العيون الأولى، والثانية بمعنى العقول. إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، عندنا كلمة على فعل، بينما على الأخرى حرف. على الأولى بمعنى ارتفع وصعد، وعلى الثانية بمعنى فوق. والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. يسقيني ويشفين بينها تشابه شكلي واختلاف في اللف، يعني الحروف متقاربة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الأولى بمعنى النظارة الجمال، والثانية بمعنى النظر الرؤية. ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. المنذر اسم فاعل، بينما المنذر اسم مفعول. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون ويحسنون بينها جناس مع اختلاف في أشكال الحروف. ثم كلي من كل الثمرات، كلي كل، كلي فعل أمر، وكل هنا بمعنى الجميع. ليحق الحق ويبطل الباطل، يحق الحق يبطل الباطل، جناس ما بين الحق يحق والحق ويبطل والباطل. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، وجهت ووجهي، هذه بينها جناس. الجناس طبعا فيه جناس تام يكون في الحروف في الحركات في النطق كل شيء، وهناك جناس ناقص كما ورد في هذه الآيات. طبعا هذه لزيادة الثقافة أو المعرفة بالجناس الذي ورد في القرآن الكريم، ويمكن العودة إلى كتب البلاغة لمعرفة أكبر عدد من هذه الأمثلة. هنا يفترض أن يذهب الطالب للبحث عن عدد من الأسماء، من أسماء الأدباء السعوديين. الأدباء السعوديون كثيرون، الذين منهم الشعراء ومنهم كتاب القصة ومنهم كتاب الرواية ومنهم النقاد، ولكننا سنستحضر بعض هؤلاء الأدباء، ويمكن للطلاب أيضا أن يبحثوا عن أدباء آخرين. فمن الشعراء مثلا غازي القصيبي، جاسم الصحيح، محمد الثبيتي، إبراهيم خفاجي، هؤلاء من شعراء الفصحى. هنالك شعراء شعبيون وهنالك شعراء فصحى، هؤلاء هم شعراء الفصحى. من كتاب القصة ليلى إبراهيم الوحيدب، جبير المليحان، عبد الرحمن منيف، بدرية البشر. ومن كتاب الرواية أيضا علي خال، أحمد أبو دهمان، عواض العصيمي، عبد العزيز مشري. ومن النقاد، النقاد لهم باع طويل في النقد، من أمثال الدكتور عبد الله الغذامي، سعد البازعي، سعيد السريحي، حسن النعم. ويمكن للمشاهد أن يبحث أيضا عن أدباء آخرين، وأن يختار أدباء آخرين سواء كانوا شعراء أو كتاب قصة أو كتاب رواية. تحية لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.